بسم الله وتبارك الله والحمد لله على كل شيء ومن أجل كل شيء. أما بعد يا إخوان، يعز علينا في هذا اليوم أن نأتي لعزائكم في الراحل الكريم أبو وائل، اللي كنت ناديه دائما أحمد باسمه، واسمه بيعبش، ولا واحد اسمه بيعيبه، خاصة إذا كان عنده كرامة مثل المرحوم. الرجل كان طيبا، ملقاه جميل، كلامه طيب، بيواسي الناس، بيقوم في كل واجباته، كل من شافه احترمه، احترم مهنيته، احترم شغله، وديه معامل، شهد لدينه، شهد لبيته، شهد لأخلاقه، شهد لمرباه، رب عائلة، وقف فوق راسه، ناس محترمين في المجتمع، مقبولين، بيعرفوا يعاملوا الجميع. مجتمعنا مجتمع بدناش نحسد حالنا، ولكن نقول الحمد لله نحن موجودين في هذا الجليل الجميل، لأنه هذا الجليل ما فيش منه، مش بس بفلسطين، في كل الشرق الأوسط، في هذا اللقاء والمعاملة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة. شايفين كلنا ظروف صعبت علينا كل ما قربنا على بعض، لأنه هيك كنا كل الوقت. إحنا شعب اللي كان في عنده مراحل صعبة بحياته، كل ما زادت الصعوبات كل ما زادت قوتنا مع بعضنا البعض، واحترامنا لبعضنا البعض، وخطرنا مع بعضنا البعض. واليوم باسمي وباسم كاهل رعاية معليا، رئيس مجلس معليا، وباسم كثير أصحاب ومحبين لأحمد من معليا، ثار لا يعد ولا يحصى، كل معليا أصحابه لأنه مستقيبه من عامل ونشتغل معه، نترحم عليه ونقدم لكم العزاء الطيب، راجين أن يكون خاتمة الأحزان ومثواه الجنة. تفضل السلام عليكم. تفضلوا على أجلكم جميعا. الله يجزيكم، تفضلوا. تسمحوا لي أكمل كلمتين بفضلكم. وفي النهاية باسمنا جميعا نترحم على المرحوم ونقدم لكم العزاء الطيب، راجين الله أن يلهم قلوبكم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة والجنة، وأن يتحف المجتمع بناس خلوقين وطيبين وبيعرفوا يعاملوا بعضهم البعض مثل أحمد أبو وائل. الله يرحمه ويخليكم جميعا طول العمرين.